كوثر معنا من وجدة. أهلا وسهلا أم كوثر. ألو، صباح الخير أختي دنيا، كيف صباح النور. هيك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. أنت مزيانة؟ لا بس الحمد لله، بارك الله فيك. غادي نكمل لك الوصفة ديال البارح، ما كملتهاش، نقطع لي الخط. أيه نقطع لك الخط. تذكريني بالوصفة أم كوثر. شوربة ديال تشيشة بالخضر. شوربة تشيشة بالخضر، غادي نعاودو من الأول لأن كاين الناس اللي عاد التحقوا ما سمعوهم اللحظة ومازال ما استمعوش المقادير. نعم، شيشة بالخضر. إذا شنو نحتاجو للشيشة بالخضر؟ بالنسبة للمقادير عندنا زلافة ديال تشيشة. زلافة ديال تشيشة وحدة، خيزوية وحدة، خيزوية وحدة، قرعة وحدة، حبة قرعة، قرعة وحدة، وحدة لفت، لفت، وحدة بطاطا، بطاطا، وحدة بصلة صغيرة، بصلة تكون صغيرة، وحدة مطيشة، مطيشة، وحدة العريش ديال الكرافس صغير، عريش ديال الكرافس صغير، عريش ديال القزبر كذلك وديال المعدنوس صغير، عريش ديال القزبر والمعدنوس صغير، وبارويا وحدة. بارويا وحدة. جوج معالق كبار ديال زيت العود. جوج معالق كبار زيت العود. جوج معالق كبار ديال زيت المائدة. وجوج معالق كبار زيت المائدة. جوج فصوص ديال الثومة. جوج فصوص ثوم. وعندنا شوية زعتر. وزعتر. تحميرة. تحميرة. الإبزار شوية. إبزار. والملحة على حسب الذوق. وملحة حسب الذوق. غادي نمشيو للطريقة. أيه بالنسبة للطريقة. غادي نغسلو الخضرة ديالنا وغادي نقطعوها قطع صغيرة، وغادي نديروها في الكوكوط، نديروها في الماء يعني شوية ديال الماء. نعم. ونديرو فيها الزيت. وهاد التوابل اللي قلنا. وكل شيء يعني الكرافس وكل شيء اللي قلنا. ونبلعوا عليها الكوكوط. نعم. وخليوها طيب يعني تسلق ديك الخضرة تسلق. ومن بعد نخليوها نحلو عليها ونخليوها تبرد ميم با ان يعني 15 دقيقة. ومن بعد نخليوها تبرد، ملي تبرد نطحنوا هاد الخضر كلها. أيه. ومن بعد نخليوها على جنب، نجيبوا التيشة ديالنا نغسلوها مزيان نصفيوها ونديروها في القدره ديالنا، نديرو شويه ديال الماء والتيشه نعرفوها في الساع الطيب. نديرو الماء يسخن في القدره ديالنا، وديك الثومه غادي نقطعوها شرائح يعني ونديروها في ديك الماء، ونديرو التيشه ديالنا ملي تغلي الماء ونبقاو نحركو مزيان مزيان. بعد ذلك نديرو عاوتاني كذلك شويه تحميره والابزار. نعم. والملحه. ايه. ومن بعد منين طيب هي في ساتر تشيشة، نكبوا عليها داك يعني ديك الخضر اللي كناها، نزيدوها مع التشيشة ديالنا، ومن بعد نحركو مزيان ونزيدو عاوتاني فيها شوية ديال الكرافس إلا بقى مقطع رقيق، ومنين نحطوها يعني نديروها في السلايف ونديرو فيها زعتر ونقدموها بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة يا لالا. وهادي تجي في الليل، هادي العشاء مع البرد وتجي في الليل مزيانة. صحية. نعم. الله يبارك فيك. نهارك مبروك أختي. الله يبارك فيك، شكرا لك ونهارك مبروك.